احمد، مين اللاعبين الاكثر تهديفا مع مارسيل كولر؟ الاكثر تهديفا كهربا ومحمد شريف. الارقام اكتر اتنين هدفوا كهربا ومحمد شريف. قدامنا الارقام اهو. شريف الاول الاكثر مساهمه، الاكثر مساهمه يعني تسجيل وصناعه. علي معلول صانع 14 اسيست تحت تمام ما قياده شاء الله. مارسيل كولر في جميع البطولات، ومسجل 7 اهداف، يعني 14 و7 بتتكلم في 22 جون اللي هو ايه علي معلول. يجي بعده حسين الشحات 15 جون، حسين الشحات صانع 10 اسيست. اعلى فورمه بتهيألي، او من ساعه ما حسين الشحات تعاقد مع النادي الاهلي صح، اعلى فورمه مع كولر. ومسجل 5 تجوان، يعني مساهم في 15 جون. كهربا هداف الاعلى تهديف كهربا ومحمد شريف. كهربا مسجل 11 جون و4 اسيست، يعني 15 مساهمه. بعد كده يجي محمد شريف 11 هدف، طبعا ما فيش اسيستات. وبيرسي تاو مسجل 7 اهداف وصانع 4، يعني مساهم في كام؟ في 11 جون. فدول الخمسه، ويجي بعديهم حمدي فتحي واحمد عبد القادر. حمدي فتحي مسجل 6 وصانع 3، واحمد عبد القادر برضو مسجل 7 اهداف من اللعيبه الممتازه مع تحت قياده مارسيل كولر. دول اللي هو اللعيبه اللي ايه برضو التنوع التهديفي ده يحسب للمدرب. تنوع تهديفي وبارقام كبيره، خلي بالك يعني كلهم جايبين ارقام كبيره. يا رب يكملوا على الحفاظ على هويه الاهلي الجماعيه مع كولر. سؤالي ليك بقى يا ياسر، انت من الناحيه البدنيه انا شايف ان في تطور واضح في الناحيه البدنيه. يعني كابتن انا سعيد ان حضرتك سالت السؤال ده وحطيت ايدك على المساله دي. جزء كبير من تفوق النادي الاهلي خاصه في المباراه الاقصائيه كان دور الجهاز والمعدين البدنيين في النادي الاهلي. مباراه الرجاء من الدقيقه 20 تقريبا، حتى لما الرجاء ضغط بكل خطوطه وكان ضاغط على دفاع النادي الاهلي جامد، كنت واثق ان اللعيبه واقفه على رجلها. النهارده برضو لما بنلعب مباراه الترجي خارج الارض انت برضو عندك احساس ان دايما النادي الاهلي بدنيا اعلى. يعني انا افتكر بعد الحمد لله ان احنا سجلنا طبعا هدف بدري، لكن الشوط الثاني رغم انك بتلعب الفريق على ارضه طبعا، يعني اذا استثنينا الجمهور، لكن انت عارف ان اللعيبه واقفه على رجلها هتكمل لحد 90 دقيقه. والتفوق البدني ده غير انك كنت موفق جدا في المرتدات، او كانت لعيبه النادي الاهلي عندها الثقه او عندها الحضور الذهني المميز انها لما تجيلها الكوره قادره تخطف الفريق اللي مستضيفك. انت واقف على رجلك بدنيا بشكل كبير جدا انك تلعب المباراه دي مع تلاحم الماتشات مع مشاركه النادي الاهلي في كل البطولات دي. اعتقد الجزء البدني يشيلك في ماتشات يا كابتن اسلام تحسمها وحضرتك اضرب ده. في ماتشات ممكن ما تروحش رايح الفرقه او بتلعب بره ما انتش الاعلى فنيا، لكن واقف على رجلك بدني مستعد حتى لو البطوله يعني لو الماتش يمتد لدقائق كتير انت واقف على رجلك بدني وقادر تحسم اللقاءات دي. من اسرار تالق بيرسي تاو لو حطينا علامه استفهام هتقول ايه؟ البدني، الجانب البدني اللي حضرتك كنتوا بتتكلموا فيه دلوقتي، الدي ان ايه اللي اتعمل في بدايه الموسم. ايوه الدي ان ايه ده كان ليه مهم جدا، ان انت بتحدد كل لاعب محتاج بدني قد ايه. انا برضو ده مهم جدا لانه هنا لازم اشير الى اندويا تطور، لا طبعا تطور منظومه النادي الاهلي في اتخاذ ما يلزم. عشان انا مقتنع باحمد ثابت صح، انا مقتنع ببيرسي تاو. فبالتالي الناس ساعتها لو تفتكر كل الناس قعدت تقول لك إيه جايبين واحد بيتصاب كل دقيقتين وبتاع، لو حصل فاكرين اللي حصل دي. ولكن ثقة صانع القرار في ان هو جايب بيرسي تاو ومتأكد من هذه لا كمل بقى طور كل ما يخص هذا الامر عشان اعرف عنه كل حاجة. فطور الاجهزه اللي بجيبها له، وبيضيف عناصر يا كابتن، بيضيف عناصر الجهاز الفني النادي الاهلي. برافو عليك. وبضيف العناصر اللي بيستفيد منها الجهاز الفني علشان في نفس الوقت اعرف اطور. هو ده كله اللي خلى بيرسي تاو يصل لهذه النقطه، وخلى مش بيرسي تاو فقط، لعيبه النادي الاهلي كلهم الحقيقه. لانه انا وجهه نظري اهم ما بيستفيد منه النادي الاهلي دلوقتي هو السؤال اللي انا سالته لك، ان هم واقفين الكلمه اللي واقفين على رجليهم. هم واقفين على رجليهم رقم واحد الجانب البدني زي ما هو تطور كتير عكس ايام موسيماني شويه في حته الجانب البدني. الصراحه هو متطور دلوقتي في الجانب البدني بكتير جدا. الحاجه الثانيه توظيفه برضو مع موسيماني برضو يحسب له ان هو كان موظفه كمهاجم وهمي وكان بيجيب اهداف. على فكره بيرسي تاو برضو السنه اللي فاتت كان هو يعتبر اكتر لاعب مساهم في اهداف في دوري ابطال افريقيا. السنه دي برضو للعام الثاني على التوالي برضو مع مارسيل كولر، ولكن الفرق في التوظيف. ان عنده احصائيه احمد مميزه قوي اللي هي انه بيسجل دايما في نصف النهائي. يعني السنه اللي فاتت جايب ثنائيه في فاق سطيف في نصف النهائي المباراه الحاسمه. فانت محتاج الشخصيه دي يا كابتن في الماتشات الاقصائيه زي ما احمد كان بيقول. والسنه دي في الترجي هدفين. فبالتالي أنا مش محتاجه في دور الاثنين. انا مش مساله مش محتاجه، ولكن انا اقصد ان انا وجوده في مثل هذه المباريات وتالقه هو ده الاهم بالنسبه لي كاهلاوي. صح، المباريات الكبيره صح،
اللعيب الكبير بيبان في المباريات الكبيره، وبيرسي تاو لعيب كبير دايما، احنا عارفين ان هو لعيب كبير خاصه ان هو لعيب دولي جاي من برايتون الانجليزي، دولي في منتخب جنوب افريقيا، يعتبر هم بيعتبروه هناك زي محمد صلاح كده في مصر بالنسبه لهم في جنوب افريقيا بيرسي تاو. فبيرسي تاو يعتبر يعني لعيب مكسب كبير جدا بالنسبه لنا ان هو يرجع لفورمته البدنيه، يعني كان بقاله فتره بيلعب بنص حمولته البدنيه، دلوقتي رجعت له حمولته البدنيه وفورمته، فقدر ان هو قدرنا ان احنا نستفاد منه بشكل كويس.